ورفلي فتحي رئيس حزب تونس بيتنا. اليوم نظمنا فمي قدمنا للسفير الليبي قام بالاعمال في السفاره الليبيه مذكره احتجاج رسميه حق انتهاك مواطنينا على التراب الليبي حتى عدم احترام المواطنين الليبيين داخل التراب التونسي وتكرار الانتهاكات هذيا. فكان انه معناتها قبلوا المذكره هذيا الاحتجاج وقالوا انها اعمال فرديه ونحن ماضيين قدما في تحقيق تنميه تحقيق العلاقه بين الدولتين. اما لكن ما رعنا الا من السفاره الليبيه لم تقدم لحد الان اعتذار رسمي على مواطنينا اللي اعتدوا عليهم في القطر الليبي. لمستوا معناها جديه من السفير ولا تعاطي معناتها السفير رفض مقابلتنا وجاءنا القائم بالاعمال بالسفاره والسكرتير الاول بالسفاره السيد هشام عبيد، لكن اكد انه باش يوصل للسفير المظلمه اللي تعرضوا لها التونسيين. نحن اكدنا انه الى متى باش تواصل الاعتداءات هذيا. قال مبرر زاد عنا ليبيين قاعدين يتسرقوا لهنا. قلت له ليس بحجم بنفس الضرر المتكرر بالنسبه للمواطنين التوانسه في ليبيا. بالنسبه للاعتداءات اللي تعرضوا لها التوانسه في ليبيا، ما عندكم وثائق تثبت معنا الكلمه ذي؟ اكيد مؤخرا الاسبوع الفارط الاربع مواطنين المحروق من راسه والمضروب برصاصه في الفخذ على مستوى الفخذ وهم الان في المستشفى، فهمني، معناتها المضروب بسكين في البطن، والاعتداءات متكرره دائما ويوميا من طرف شكون؟ من طرف ميليشيات؟ من طرف ميليشيات الليبيه والعصابات المنظمه، فهمني، حتى وصلوا الامر للاعتداء على شرف معناتها نسائنا في الدوله التونسيه معناتها. هذا معناتها والاعتداء ذي كان متكرر ودائم. احنا حاولنا نوضحوا للسفير الليبي الا انه فهمني ثم صمت من وزارة الخارجية في تونس والوزارة الخارجية الليبية في هذه الممارسات المتكررة بحق مواطنين. اتصلت بالسلطة التونسية؟ نحن في تونس ولا في ليبيا؟ اتصلنا بمسؤول في الخارجية، لكن يبدو أن المسؤول هذا ما رجع لناش رد، معناتها رد صريح. نحن جينا لهنا باش السفارة الليبية والسفير الليبي قدم اعتذار في حق مواطنينا اللي اعتدى عليهم، لكن انه يبدو ان حرمه المواطن التونسي في القطر العربي اصبحت انتهاك بصفه رسميه.